السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أنا الشيف عماد أبو صيام. اليوم رح نتعلم طريقة عمل مخلل الفقوس مع الفلفل الحار والخل. طبعا مخلل الفقوس من أطيب أنواع المخللات، وبتمنى أنكم تجربوه بما أنه قرب شهر رمضان. بتمنى أنكم تعملوه لأنه مخلل طيب جدا. وقبل رح نتعلم طريقة عمل مخلل الفقوس، بتمنى من جميع المتابعين والمشتركين عمل اشتراك في القناة والضغط على زر الجرس حتى يصلكوا كل فيديو جديد من القناة. خلينا الآن نروح نشوف كيف نحضر مخلل الفقوس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا لعمل مخلل الفقوس، في عندنا فقوس صغير مقدار 3 كيلو، وفي عندنا مقدار رأس ثوم قشرناه حب، وطبعا فلفل حار حسب الرغبة. طبعا معيار مخلل الفقوس أو أي نوع مخلل، كل كاسة، طبعا عندنا ملح خشن، ممكن ملح ناعم، كل كاسة لها ملعقة طعام من الملح الخشن. طبعا وفي عندنا مقدار ملعقتين من الخل. طبعا هذا الشاف بسع 6 كاسات، يعني اضفنا له 6 ملاعق ملح خشن بالاضافه الى ملعقتين او 3 ملاعق من الخل الابيض. العيار قلنا كما ذكرنا سابق، كل كاسه كبيره لها ملعقه طعام ملح. طبعا المخلل غسل الفقوس غسلناه سابقا طبعا، وهي وضعناه في المرطبان وأضفنا له الثوم الحب والفلفل الحار حب أيضا. ممكن يتقطع الفقوس قطع والثوم قطع والفلفل الحار قطع حسب رغبتنا إحنا، ممكن نخليه حب زي ما هو. طبعا الآن نضيف الماء طبعا اللي خلطناه مع الملح والخل. طبعا يضاف حتى يغمر كامل المخلل، وطبعا يغلق بإحكام، ويترك طبعا المرتبان لمدة 2 أسبوع حتى ينضج مخلل الفقوس تماما. راح نشوف بعد مرور 24 ساعة كيف صار لون المخلل. نلاحظ أصبح لون المخلل على لون أصفر، بدأت عملية التخليل الآن. طبعا اي نوع مخلل بنقدر احنا نفس العيار، له كل كاسة مي كاسة ملعقة ملح، وكل شاف 6 كاسات مي ملعقتين خل. وطبعا بذلك نكون قد انهينا طريقة عمل مخلل الفقوس مع الفلفل الحار والثوم. وللقاء معي انا الشيف عماد ابو صيام في طبق اخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.